بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكروا العريش انفو على هذه التغطيه ديالها المباشره في السباق. بالنسبه للنادي القصري العاب قوى كانت النتائج جد مشرفه، لا بالنسبه للكتاكيت ولا بالنسبه للبراعم والبرعومات، بالنسبه للصغار والصغيرات والفتيات الفتيان والجينيور. الحمد لله كانت الاكتساح واضح بالنسبه للنادي القصري تقريبا من جميع الفئات، حسنا في المرتبه الاولى الثانيه الثالثه، وكاين بعض الفئات حسنا في المرتبه الثانيه والثالثه، وكاين بعض الفئات حسنا في المرتبه الثالثه. وهذا غير استعداد للمسابقات ان شاء الله اللي جايه من بعد. وكنشكروا بالنسبه للجماعه المنظمه بحسن التنظيم وحسن الاستقبال وشكرا. هذا العام هذا تميز بمشاركه ديال العريش بالاضافه الى مجموعه الانديه اللي برزت كذلك نهضه الكوس اشبال العرائش ذاك في العوامره، يعني كانت لا بغينا يكون شي تقييم ديال مستوى المنافسه. مستوى المنافسه حيت العام اللي فات كانوا تشكاو ما كانش منافسه، هذا العام هذا واش شفتوا كانت منافسه يعني حيت حتى هما حصلوا على مراتب؟ لا المنافسه كانت قويه كما سبق لي وقلت بان كانت النتائج يعني مختلفه. المراتب الاولى كيطلعوا من اللوكوس، كاينه ديال العرايش وكاينه ديال الجامعات. كانت منافسه في السباقات الاولى بالنسبه للمحليين ديال الجامعه المحليه المنظمه، كانت النتائج جد مشرفه بالنسبه لهم. وبالنسبه للسباقات ديال النوادي حتى هي كانت مزيانه والحمد لله. نتمنى وهذه المشاركه شجع لكم خاصه انك تجي بدايه الموسم كتكون استعداد للمسابقات اللي ماجيه. شي كما قلت بان هذه المشاركه هذه كانت بالنسبه لنا غير استعداد وعلى حسب العمل ديالنا اللي قمنا به خلال هذه السنوات. بالنسبه للصيف الحمد لله خدمناها كامله والنتائج كانت مريحه بالنسبه للنادي القصري الحمد لله.